بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن التين غذاء ودواء. هناك فوائد عديدة في ثمرة التين التي ذكرها الله تعالى في كتابه، بل وأقسم بها. من أهمها أن التين غني بالمعادن ومفيد جدا في الوقاية من السرطان، وهو منشط للخلايا ويؤخر الشيخوخة أيضا، ويحوي على مواد ضرورية لعمل القلب والدماغ وأجهزة الجسم. ومن الضروري تناول حبات من التين لو مرة في الأسبوع لإمداد الجسم بهذه المادة الضرورية الحيوية. كما تؤكد بعض الأبحاث أن أوراق التين تفيد مرض السكري. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سورة التين من آية 1 إلى 4، والله أعلم.